السلام عليكم. بيقول لك السعوديه في رعب. ازاي يا جدع السعوديه ازاي اللي في رعب؟ تعالوا نشوف السعوديه اللي في رعب دي عملت ايه، ونشوف كمان اللي قالوا عليها ان هي مرعوبه حصل فيهم ايه. صياغه الكلام بتدل دايما على نفسيه المتكلم. يعني لو تعرضنا ان انت تعرضت لجرح عادي، فانا لو بحبك ومش حاقد عليك هقول لك ان الجرح ده جرح عادي، وتعال نروح للدكتور وان شاء الله بسيطه وكلها ساعه زمن وتبقى زي الفل باذن الله. ده لو انا انسان طبيعي مش حاقد عليك ولا بكرهك. اما بقى لو قلبي جواه مرض وحاقد عليك وبكرهك، فالمرض اللي في قلبي وحقدي وكرهي ليك حيبانوا في صياغه الكلام اللي هقوله لك بمناسبه الجرح، وهتلاقيني بقول لك ايه ده؟ ايه التعويره دي؟ ايه الجرح ده؟ الحق نفسك، ده ممكن يقلب لغرغرينا، ده ممكن ايدك تتقطع، ده ممكن مش عارف ايه اللي بيحصل لك، انت مش طبيعي، انت ازاي عايش؟ انت واحد بيطلع عقده النفسيه اللي جواه وكرهه وحقده وكل حاجه وحشه جواه تجاه الشخص اللي هو بيكرهه. شوف المبالغه والحقد بتبان ازاي في الصياغه. طبعا احنا عارفين ان كل دول العالم بلا استثناء اتخذت اجراءات وقائيه واحترازيه للحد من انتشار فيروس كورونا ما بين شعبها، منها منع المناسبات عشان الحد من التجمعات، ده بالإضافة لمنع المدارس والجامعات. السعودية زيها زي أي دولة عملت كده. إحنا في مصر عملنا كده، بل بالعكس إحنا كنا بننادي في مصر بإن هم يعملوا كده قبل الحكومة ما تقرر إن هي تعمل كده بالفعل. ليه؟ لأننا شعب واعي وكنا بنطالب بحاجة إن هي تتعمل علشان تحد من انتشار الفيروس، فلما الحكومة عملتها كلنا سقفنا لها. ولكن لما السعودية عملت كده، تعالوا نشوف وكالة الأناضول التركية الرسمية اتكلمت إزاي. الكلام ده كان بتاريخ 12 مارس، تعالوا نشوف صياغة الخبر للأناضول التركية. عاجل: الرعب يعطل الحياة الاجتماعية في السعودية، تعليق إقامة المناسبات في قاعات الأفراح والفنادق. رسمي: ياه، الرعب هو اللي معطل الحياة الاجتماعية في السعودية. وكالة الأناضول واضح من صياغة الخبر قد إيه كمية الكره والحقد اللي بتكرهه وبتحقد بيه على السعودية، وطريقة الصياغة دي بتدل بما لا يدع مجالا للشك إنها وكالة أنباء غير حيادية إطلاقا، بقدر ما هي وكالة أنباء بتمثل أجندة معينة لدولة معينة لتدمير وتشويه دولة معينة، وبالتالي بتفقد أي مصداقية ليها عند الناس اللي بتفهم وبتفكر، وخصوصا إن الإجراءات اللي اتخذتها السعودية اتخذتها معظم دول العالم، فالسعودية ما كانتش عجبة. ولكن يا سبحان الله، يا سبحان الله، ينقلب السحر على السحر. ومع تفاقم الوضع الصحي في تركيا ومع انتشار الفيروس بسبب التأخر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، تطلع وكالة الأناضول ذات نفسها وتضطر لنشر التصريح ده على لسان الرئيس التركي بتاريخ 30 مارس 2020، يعني بعد نشر خبر الرعب السعودي ب 18 يوم بالتمام والكمال. عاجل: أردوغان للمواطنين: لا تذهبوا للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة. وانا هنا بسأل الاخوة اللي المفروض ان هم عرب اللي ماسكين القسم العربي في وكالة الاناضول. طبعا احنا مش محتاجين نعرف ان انتوا اخوانجية، لان ده واضح جدا، وده كمان مش موضوعنا. موضوعنا هو انتوا لما صرتوا خبر الرعب بتاع السعودية وان هو اللي عطل الحياة الاجتماعية في المملكة، يا ترى اخبار الرعب في تركيا عامل ايه دلوقتي؟ الرعب اللي خلى الرئيس التركي صرح تصريح زي ده. الرئيس التركي اللي قالوا لنا زمان انه عامل منظومة صحية عالمية راقية بتغطي كل الشعب التركي وكل مواطن ضيف على الاراضي التركية. ايه اخبار المنظومة دي يا كدابين؟ هو مش اردوغان ده اللي انتوا قلتوا عليه من سنتين انه افتتح اكبر مستشفى في العالم، مش عارف 40,000 سرير ولا كام؟ قلتوا ولا ما قلتوش؟ طلع ولا في رعاية صحية ولا منظومة صحية ولا في اي نيلة، طلعت كلها دعاية رخيصة لصدقكم التركي. انا مش قصدي هنا مناقشة قدرة او عدم قدرة المنظومة الصحية التركية او الاخطاء الكارثية اللي وقعت فيها الادارة التركية في مجابهة فيروس كورونا. فالازمة بصراحة اكبر من اي منظومة صحية اتوجدت على الارض. انا قصدي اتكلم على الحقد اللي كان موجود في صياغة الخبر بتاعكم بخصوص السعودية، وازاي حاولتم ان انتوا تشيعوا الرعب ما بين المواطنين السعوديين، بس بقدرة قادر الرعب اتنقل عندكم في تركيا. وزير الصحة: خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا. بينما السعودية اللي بحسب تصريح الأناضول الرعب ماليها، وبأمر من الملك سلمان بتطلع علشان تطمن شعبها وكل المقيمين على أرضها ان علاجكم مجاني. دي السعودية بتطمن حتى المخالفين لنظام الإقامة في المملكة وبتقول لهم إن علاجكم مجاني ومش هيترتب على وجودكم بالمخالفة للقوانين السعودية أي تبعات قضائية أو جنائية أو قانونية. صراحة الرعب السعودي ده جميل جدا يا بتوع الأناضول. الموضوع مش شماتة، نسأل الله العافية للشعب التركي ولكل شعوب العالم. ويا عرب يا اللي في وكالة الأناضول، كسفوا على دمكم شوية وافتكروا انكم عرب أسياد، فهي تلذذ بالعبودية للعجم، كفاية لسع لحد كده. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.